انت الشيف يا رب. يا بنت فوقي، ما تغشش قلب عليك، فوقي فوقي بدل ما تغابوا عليك. ايوه، اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. ايوه، طقطقي رقبتك كده وانت بتعملي ايه؟ ايوه، اخيرا فتحت عينيكين. الحمد لله على سلامتك، بركة انك بخير. تلفتك وروحي كلها، ان شاء الله يموتوني. انا فداك. انا اللي فداك يا حنة، حقك علي، انا السبب في كل اللي بيحصل لك. ورب الكعبة لو كان جرالك حاجة ما كان هيكفيني فيهم حد ولا المالح باللي فيه. تعال نفوت البلد ونزبهرم ونمشي. أزعل منك؟ مش مرات نصرف دي حل تقول كده. اللي بيجي ساعة العركة هو الجبال، وأنا مش جبال. ما عادش ينفع حل. مش هيفوتنا في حالنا. وأنا مش هفوتهم في حالهم. وبعدين خلاص، أنا بقيت ننزل من البيت ونسيب دماغي دي في تركي ما بناخدهاش معايا. يعني النهاية قربت، وقربت قوي كمان. الميت هيرتاح في نومته والحي هيرتاح. مش هيفوتونا في حقنا. ولا يشغل بالك. بس هتبوسه؟ لا دموح. طب ما تعمليش كده تاني عشان الموضوع ده بيضايق. لما نبوس تتساب زمعي. ايوه كده، اضحكي اضحكي، وقعتي قلب يا شيخ. بسم الله عليك. ايه، شفت عفريت؟ ايه الحكايه؟ كل شويه حد هينطلي. ما انت حضرتيني، اصرفيني. جاي في ايه يا عيسى؟ جاي لك في مصيبه، وان شاء الله بدون مقاطعه تبقى من نصيبك. من الاخر جاي نفضفض معاك بكلمتين او نصفي النفوس برضه. لا يا شيخ، الكلام ده عليا انا؟ الله، احنا هنقضيها كلام وانت واقفه؟ ما تقعدي وترتاحي. جوزك الله يكحمه اتفق مع العتاولة ان هم يسرقوا الخزنة بتاعتي وياخدوا حتة الآثار يدوها للخواجة، بس ربنا كبير وداري بيا. اتحرق ومات نص سوا، قمت انتي اتفقتي مع نصار تاخدي منه حتة الآثار، ما زبطتش. فاتفقتي مع خضر برضه ما زبطتش. تسكت انتي بقى؟ لا، خطفت حيلنا مرات نصار عشان يبقى تحت طوعك وتاخدي منه حتة الآثار تديها للخواجة. ورقبة عيسى تطير. طب بذمتك الرقبة اللي تشرف دي تطير غدر؟ جراية يا عيسى، انت هتغنيها لي على ربابة؟ قلت لك ثلاث مرات جاي في ايه؟ طب ومالي لو ما غنيها لك؟ ده انت هندية والهنود بيحبوا الرقص والغنى. اللي ما تعرفوش بقى اللي انا صيني. ايه، مش مصدقه؟ اوريكي. عيني قفلت ودماغي كمان قفلت. انا ليه مستحملك كل ده؟ ليه ما قتلتكيش؟ عشان ما عملتش حاجه، وكنت عايزه التمثال اصلا، بس مش عشان اديه للخواجه. يا سلام، هتديهولي؟ سرقتي مني عشان تديهولي؟ ومين قال لك كده؟ كل حاجة بتمن، المهم المصلحة تقضى. لا ما تقلقيش، حكمان موضوع التمثال ده طول قوي ومرر، وبدون مقاطعة التمثال هيبقى في حضني بكرة الصبح. اللي هو ازاي؟ مش مهم ازاي،
المهم انت مش هتحضري اللقطه دي، وبيسلمي لي على الدخاخمي. العمار بيض الله، شعرك ريحته حلو يا بنت العيال. سماحة، هات الشامبو بالحمام. بس محظوظة، مت طاهرة، وهات البلسم معاك.